مجموعة تقدم اشتراكية السيدة النائبة نزار قلي تورية تفكرت سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، سيدات النائبات والسادة النواب المحترمون، أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لتقرير مهمة استطلاعية حول المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحقن الدم، وهي فرصة نعتبرها مناسبة لتسليط الإضواء على هذه المراكز. وأعبر بداية عن امتناننا للجنة المكلفة بإنجاز هذه المهمة الاستطلاعية التي شاركنا فيها من خلال رفيقنا السيد النائب رشيد حموني. ولست في الحاجة السيد الرئيس المحترم إلى الحديث عن المكانة التي تحتلها هذه المراكز في المنظومة الصحية الوطنية، وهي مكانة ندرك جيدا أهميتها. لهذا سأكتفي بإبداء بعض الملاحظات التي أرى أنها ستساهم في إغناء التقرير الذي بين أيدينا. أولا، الملاحظة الأولى تتعلق بالحكمة، وهي نقطة وقف عندها التقرير، إلا أن مقاربتنا لها يحمل مفهوما أشمل يتصل بترشيد وتدبير جيد للعلاقات بين المكونات المنظومة التحقن الدم والمستشفيات والهيئات المدبرة للأنظمة التغطية الصحية. وقد لاحظنا تعقيدا على هذا المستوى ضحيته هو المريض، لذا الذي تضيع مصالحه مع الأسف. ونقترح لتجاوز هذه الوضعية التكفل التلقائي بالمرضى دون مواجهتهم كل مرة بوجوب تدبير كمية من الدم عبر الأقارب والأصدقاء، وهو ما يتناقض مع فلسفة خدمة صحية شاملة. الملاحظة الثانية تنصب على التدبير مرافق تبرع بالدم، ونتساءل هنا عن مدى فعالية توصية إحداث وكالة للتدبير خدمات تحقن الدم كما يوصي بذلك التقرير الذي نناقشه اليوم، ونعتبر ذلك يمكن أن يصبح تفكيكا للقطاع العام وإبعاد أكثر عن المراقبة. لقد انتبه مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي صدقنا عليه قبل أيام إلى هذا الإشكال، لهذا فقد جاء بفكرة التجميع وليس التشتيت. وبموازاة مع ذلك فإننا ندعو إلى توحيد الشكل القانوني لمراكز تحقن الدم لتسهيل وتدبيرها وترشيد علاقتها مع المستشفيات العمومية والمصحات القطاع الخاص، ووضع حد لحالة من العجز المالي الذي تعاني منه هذه المراكز. كما ندعو إلى تعزيز إمكانيات المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحقن الدم بالموارد البشرية اللازمة من أطباء وممرضين وإداريين لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وبالأخص في الجانب المتعلق بإنجاح الحملات التبرع بالدم. وتتطلب هذه المراكز أيضا الوسائل والتجهيزات التقنية اللازمة، ومنها الوحدات المتنقلة، وجهودا ماليا إضافيا مجهودا
إضافياً لتحقيق الجاذبية المرجوة وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة المنتظمة في الحملات التبرع، ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من التدبير الناجح لجائحة كورونا فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين والمواطنات. ونقترح عقد شراكات مع الفاعلين في قطاع الاتصالات لاستفادة من الخدمات الرسائل النصية القصيرة التي تدعو المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الحملات الوطنية للتبرع بالدم. وندعو أيضا إلى تكثيف الحملات الوطنية للتبرع بالدم وتوسيع دائرتها لتشمل مختلف المناطق المغرب، وبالأخص الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومقاولات القطاع الخاص، مع ضمان تحصيل في شروط تضمن سلامة وجودة وإقرار محفزات للمتبرعين. الملاحظة الثالثة تتعلق بالتصنيع والتخزين والتوزيع، وندعو في هذا الصدد إلى الاهتمام بهذه الجوانب كاملة وتوفير البنية اللازمة لذلك، وهو ما سيمكننا من ربح رهانين اثنين. الرهان الأول رهان طبي من خلال توفير الدم المحتاجين إليه في الوقت والمكان والمناسبين لإنقاذ حياة المرضى، وهو ما يتطلب بنية تخزين وتوزيع سريعة وسليمة يمكن استثمار أنظمة المعلوماتية في إنجاحها. الرهان الثاني رهان التصنيع، ويتعلق بتطوير الأنظمة التي تمكننا من استثمار جيد المحصول الدم باستخراج المكونات البلازما والصفائح الدموية البلاكات وغيرها، وحفظه وتحويله إلى منتجات موجهة للاستعمال البشري. السيد الرئيس، السيد الوزير، إننا قادرات وقادرون على رفع هذه التحديات إذا توفرت الإرادة، ونحن متيقنون أنكم سيد الوزير تملكون الإرادة الكافية لتحقيق الطفرة النوعية المأمولة، وهي فرصة نعبر فيها عن اعتزازنا بما ينجز داخل المنظومة تحقن الدم ببلادنا بفضل الكفاءات الوطنية التي تشتغل فيها. ونعتقد كذلك أن الجميع معبأ اليوم بشكل أفضل من أجل تنزيل جيد للورش التغطية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة للنهوض بالقطاع الصحي الوطني، خدمة لصالح للصحة والسلامة مواطناتنا ومواطنينا. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة.